حلوة قائمة المنتخب؟ جيدة جيدة؟ جيدة لمواجهة اندونيسيا؟ اي اي بها إيه. توازن بها تدري ليش جيدة؟ أنا أقول لك لأن المدرب متواجد في العراق وشايف الدوري ومتابع للدوري. احنا ما نجي نطلع وننكر بالمدرب ونحكي عن المدرب. انا شفت كثير من اللقاءات حتى في على السوشيال ميديا يطلعون يمكن الفيديوهات. انت ما من حقك انت تيجي تقيم عمل المدرب ولا من حقك انت تيجي تحاسبه باختيار التشكيله. هذا عمله هو يا اخي. خلوه يشتغل. انت شو تريد من عنده؟ هو متصدر واصل للمرحله الثانيه عبرها رايح هناك. انت خليه يختار، خليه ياخذ اللاعبين. هو متابع اكثر من ما يعني في مهرجان يمكن ما اعرف تكريمي حكوية بسام قال له انا متابعك ويعرف شكو صغيره وكبيره عن كثير من اللاعبين اغلبيه اللاعبين. اما تقول لي مثلا اختيار فلان اختيار فلان هاي احتمال للمرحله الثانيه. قناعه المدرب ورؤيه المدرب راح تتغير ايضا راح تتغير. زين انتم خلوا المدرب يشتغل بس الريد من عندكم لا تحاولون تسخطون. حمزه هادي من الاسماء